ولم يذكر المؤلف رحمه الله أن من شروط المسح الخفين أن يكون ساترا للفرد. وعلى هذا نقول إذا كان اسم الخف لا يزال باقيا وينتفع به فإنه يصح المسح عليه حتى ولو كان فيه شيء من الخروق والشقوق ونحو ذلك. فالضابط في ذلك أنه ما دام أن اسم الخف لا يزال باقيا يسمى خفا وينتفع به يصح المسح عليه.